مباراة الدور نصف النهائي سبق لكم أن لعبتم ضد منتخب كوريا، اليوم غيابات، اليوم هناك غياب بالنسبة لمنتخب الأردن وأيضا غياب بالنسبة لمنتخب كوريا، مباراة حقيقة أخرى مباراة اليوم. صحيح أنه دائما تجد مقابلة يعني متعلقة بشكل كبير بالمجهود الذي سيقدمه اللاعبين في الزمن والمكان، ومقابلة اليوم ستختلف يعني كليا على مقابلة يعني الجولة الأولى أو في الدور يعني الأول. طبعا صحيح أنه كانت إكراهات يعني الغياب ديال علي علوان يعني في الهجوم صاحب يعني المجهود الكبير، ثم يعني سالم العجلين اللي صراحة خذ ثقة كبيرة وخذ الإيقاع، وبالتالي هناك صعوبة يعني في البدلاء، لكن الحمد لله أننا نعتمد على المجموعة أول حاجة في الانضباط التكتيكي، ربما هذا سيسهل علينا يعني الظهور بالشكل يعني المطلوب. طبعا المنتخب الخصم ليس بالمنتخب السهل يعني صاحب الاستحواذ الإمكانيات يعني الفنية يعني العالية، لكن نحن نعول على تركيزنا وعلى الانضباط التكتيكي ان شاء الله حتى نخلق يعني متاعب ونهتم يعني بالجزئيات لنتمكن ان شاء الله بالعمر من الدور المقبل. كيف حضرتم اللاعبين على المستوى النفسي للخروج من الضغط؟ وطبعا يعني مع الاسف ان هناك يعني ضغوطات يعني حتى خارجي يعني ما يقع يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني الحضور الجماهيري اللي هو موجود يعني كل مره لما كيتلقى اي واحد من الجمهور، وحتى حنايا لما كنتلاقاو مع الناس وتنقتربوا منهم الا وهناك يعني ضغط، لكن الحمد لله انه ان شاء الله التركيز سيكون على المهمه، وان شاء الله كيف ما بغات تكون النتيجه فاللاعبين فهما ابطال بالنسبه لنا حنايا.